بسم الله، والله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. أيقولنا مازالت الثالثة مصابين هما محرومين لأنهم تجوا إلى أعداء رب العالمين، تجوا في عبادتهم للات العزة ومنات الأخرى وهبل وعندك هذوكم الجريك عندهم ميثولوجيا عندك قرن مسكتو، عندهم رب جاسو وخبيث ياسر ويتصارع مع الأرباب الأخرى ووزع عليهم وظائف معينة يعني تخدج عند أنا دائما نحير كيفاش اليونان عندهم فلاسفة. أنا ينظر لي فلسفتهم ما تجمش تعاونك على القرب الحقيقة قربا لا بأس بيك سعك. هذا يفكر في الجمهورية ويدق من خصائص الجمهورية لما فماش كما تقول أنت عائلة تعتني بالمولودين والمولدات و يعني تجم تقول فكرة دي هي تجم تكون أصل للشيوعية والله أعلم. ولا اللي يقول عالم ما دون القمر وما فوق القمر و اطلق بطاط بالحساب والسلام علينا أهل الإسلام.